يقول: أنا أعيش في إحدى البلدان العربية الإسلامية، ويكثر في هذا البلد عباد القبور والذبح للقبر والنذر والاستغاثة له إلى غير ذلك. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي يكثر فيها أمثال هؤلاء؟ التي يكثر فيها أمثال هؤلاء، يكثر فيها أمثال هؤلاء، وأيضا مساجد البلد عامة. إذا كانوا يظهرون الشرك في هذه المساجد فلا تصلي معهم، أما إذا كانوا ما يظهرون الشرك ولا يكون إماما منهم في الصلاة فصلي مع الجماعة مع القيام بالدعوة والبيان لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لي أن أصلي منفردا في بيتي حينئذ وأبتعد عن هذه المساجد؟ إذا كانوا يظهرون الشرك التمس مسجدا آخر، وإذا لم تجد صل في بيتك أو مع إخوانك اجتمعوا وصلوا في بيت من البيوت أو بقعة من البقاع. نعم.